بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المتعلمين، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. درسنا لهذا اليوم في مكون التزكية، وهو الجزء الثاني من سورة لقمان من الآية 12 إلى الآية 20. أهداف الدرس هي التعرف على وصايا لقمان لابنه وأثر التمسك بها في تزكية النفس، استخلاص مصير الجاحدين والمعاندين واستشعار نعم الله على عباده، بالإضافة إلى الاستفادة من الحكم والتوجيهات التي تضمنتها وصايا لقمان في تهذيب سلوكي. من خلال هذا الدرس سنتعرف على المحاور التالية: تسميع الآيات، والقاعدة التجويدية وهي تغليظ اللام، بالإضافة إلى التعرف على معاني العبارات وتحليل المضامين الجزئية للآيات القرآنية، بالإضافة إلى الامتدادات السلوكية. قبل التطرق لمحاور الدرس، لا بأس إذا تذكرنا معا توثيق سورة لقمان مع أهم المعاني التي تضمنها الجزء الأول منها. توثيق سورة لقمان: سورة لقمان مكية، وعدد آياتها 34 آية، نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ، وتقع في الجزء 21. سميت بهذا الاسم لأنها تحدثت عن قصة لقمان الحكيم ووصاياه لابنه، كما اشتملت على مواضيع تعظيم الله تعالى والتحذير من عاقبة الشرك به. تعالوا معي أحبائي نتعرف على مضامين الجزء الأول من الآية 1 إلى الآية 11. هذا الجزء يتضمن أن القرآن الكريم هو كتاب هداية ورحمة، بالإضافة إلى ذكر الله تعالى لعقاب وصفات المستهزئين بكتابه، وبعض مظاهر قدرة الله عز وجل، كما أنه ذكر نعمه على عبده لقمان وأنه أتاه الحكمة، كما بيّنت الآيات صفات المحسنين الذين يعملون بما جاء في القرآن الكريم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. إذا نمر الآن لتعرف القاعدة التجويدية، وهي تغليظ اللام. التغليظ معناه التفخيم. تغلظ اللام المفتوحة إذا جاء قبلها حرف الضاء أو الطاء أو الصاد، بشرط أن تكون ساكنة أو مفتوحة، متوسطة أو متطرفة، يعني إذا جاءت وسط الكلام أو في آخر الكلام. الشروط: أن تكون اللام مفتوحة، أن تكون الضاء أو الطاء أو الصاد مفتوحة أو ساكنة. مثال: الصلاة، فصلى، تصلى. ظلم، ظلام، أظلم. الطلاق، المطلقات، مطلع. أما الآن نمر لتعرف معاني العبارات. وهنا على وهن، يعني ضعفا بعد ضعف بسبب الحمل. وإن جاهداك، وإن أرغماك وألزماك. حبة من خردل، أصغر الأشياء وأدقها. لا تصاعر خدك، لا تصرف وجهك عن الناس متكبرا. ولا تمشي في الأرض مرحا، متفاخرا أو متعاليا. أغضض من صوتك، لا ترفع صوتك، اخفض صوتك. أسبغ عليكم نعمة، أتمها وأكملها عليكم. أما الآن سنتعرف على المعاني الجزئية. الآيات من 12 إلى 14 تتضمن وصية لقمان لابنه بنبذ الشرك والحرص على التوحيد، وبيان أن الشرك ظلم عظيم، وتذكيره عز وجل بفضل الوالدين ووجوب طاعتهما في غير معصية الله. أما الآية 15 فهي تذكير أو تتضمن تذكير لقمان لابنه بعلم الله بأفعال وأقوال العباد، وأنه سيحاسب عباده على ما قد قدموا. الآيات 16 و17 و18 تتضمن وصايا لقمان لابنه بإقامة الصلاة والنصح والصبر على أذى الناس والتواضع والتأدب معهم. أما الآيات 19 و20 فتشتمل على أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بالتأمل في نعمه التي لا تعد ولا تحصى التي سخرها لهم، وهم رغم ذلك يجادلون ويتبعون ضلال آبائهم تقليدا بغير علم. إذا انطلاقا من المعاني الجزئية للآيات، نحاول تعرف المعنى الإجمالي للجزء. الجزء يتضمن وصايا لقمان لابنه
بنبذ الشرك وذكره لفضل الوالدين ووجوب طاعتهما في غير معصية الخالق، مع تذكيره بعلم الله لجميع الأمور صغيرها وكبيرها، ثم إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواضع والتأدب مع الناس، كما أمره بتأمل نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. انطلاقاً من قراءتنا للجزء وتعرفنا على معاني آياته، سنتعرف الآن على الدروس والعبر المستفادة من الآيات. إذا استفدنا من خلال هذه الآيات أن نتذكر مراقبة الله في كل أحوالنا، بالإضافة إلى الحفاظ على أداء الصلوات في أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع التحلي بالصبر والتواضع وحسن الخلق. ولا ننسى أن نشكر الله ونحمده، ولا نشرك به، ونطيع والدينا في غير معصية الله، والالتزام بصحبة الأخيار، وشكر الله على نعمه. وبهذا نكون قد انتهينا من تقديم هذا الدرس، في انتظار أن ألقاكم في درس مقبل. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.